بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن سمكة الأعماق. مثل ما تلاحظون في الصورة أنها سمكة تسبح الله تعالى، وهي تسلك الطريق التي حددها الله لها. هذه السمكة تعيش على عمق مئات الأمتار تحت البحر، حيث لا يوجد أدنى ضوء. طبعا لقد زودها الله سبحانه وتعالى بجهاز الإنارة في الظلمات المحيط، وسخر لها تقنيات لكسب الرزق في هذه الأعماق. فمن الذي علمها ذلك، ومن الذي هداها إلى طريقها؟ إنها الله سبحانه وتعالى القائل في القرآن الكريم: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سورة طه آية 50، والله أعلم.